الأخضر أمام منتخب سنغالي بلباسه الأبيض في مواجهة ستكون صعبة أكيد. هذه هي تشكيلة منتخب السنغال مشاهدي الأفاضل بإدوار مندي في حراسة المرمى، وجي على الجهة اليمنى، سابالي سيكون موجود على الجهة اليسرى، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي رفقة كواتي في وسط الدفاع، دياتا مع ألفريد ندياي وأليون دياي في وسط الميدان، ساديو ماني سيكون موجود رفقة حمادي نيانغ رأس الحربة، وبالدي كايطا مسجل هدف أول لمنتخب السنغال في هذه البطولة. منتخب الجزائر بنفس التشكيل الذي لعب مباراة المباراة الأولى كانت برئيس وهاب ملحي في حراسة المرمى، يوسف عطال على الجهة اليمنى، رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى، جمال بن عمري رفقة عيسى مندي في وسط الدفاع، عدلان قديورة مع اسماعيل بن ناصر وسفيان فغولي ثلاثي وسط الميدان، رياض محرز، البغداد بونجاح ويوسف بليلي ثلاثي الخط الأمامي في تشكيلة المنتخب الجزائري التي يشرف عليها جمال بالماضي منذ 10 أشهر بالتمام والكمال في مواجهة أليو سيسي منذ سنة 2015، منذ 4 مواسم قبل اليوم. رياض محرز من جهة قائد المنتخب الجزائري في هذه المباراة الاختبار، نعم المباراة الاختبار بالنسبة للتشكيلة الجزائرية في هذه المباراة أمام المنتخب السنغالي بقيادة إدريسا جي الذي سيكون في المنتخب السنغالي الذي سيكون على يسار الشاشة أمام المنتخب الجزائري على يمينها بلباسه الأخضر. هل سيكون هكذا السيناريو؟ لا، يبدو أن المنتخب الجزائري سيكون على يسار الشاشة والمنتخب السنغالي على يمينها في نفس الملعب. طبعا هذه أفضلية وأولوية بالنسبة للمنتخبين اللذان لعبا مباراتهما الأولى هنا على أرضية نفس الملعب بقيادة يعني سيكاسويا الزومبي الذي سيدير هذه المباراة، وآخر التوجيهات والنصائح من جمال لرياض محرز في بإشارة القائد في هذه الأمسية. قلت الأفضلية وأولوية بالنسبة للمنتخبين أنهما يلعبان في نفس الملعب الذي لعب فيه المباراة الأولى أمام كل من كينيا وتنزانيا. خلينا نقول بأن المنتخبان لعب أمام منتخبين كان في المتناول، تنزانيا وكينيا. اليوم المنتخبان يلعبان اي نعم من اجل الفوز، ولكن من اجل المركز الاول بالدرجه الاولى، من اجل مزيد من الثقه، لانه اللي يفوز اليوم سيلفز ثوب مهم جدا في هذه البطوله. ضربه الانطلاقه اعطيت اولى الكرات لساديو ماني الذي كان غايب في المباراه الاولى بسبب العقوبه، يلعبها مع صابالي، ومن صابالي لكاليدو كوليبالي، ومن كوليبالي لكوياتي. طبعا كاليدو كوليبالي لاعب مدافع نادي نابولي من افضل المدافعين في الدوري الايطالي الموسم الماضي، وهذا شيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس، من هنالك مع كيتا بالدي، حذري منه لاعب سريع، ومحاوله الانطلاقه من هنالك عن طريق يوسف بليلي، والكره تروح مباشره في التماس لصالح السنغال. يوسف بليلي مهاجم نادي الترجي التونسي يلعب معاه نهائي دوري ابطال افريقيا، وتالق معاه مثل ما تالق في 6 مباريات التي لعبها مع المنتخب الجزائري لكره القدم في منذ العوده للتشكيله الجزائريه. كره من هنالك في التماس بعد خطا لصالح كيتا بالدي، يرجع للخلف لمدافع شيخو كوياتي. هل ستكون مباراه الحذر الشديد من كلا المنتخبين، ام انكما تخبئان امرا ما لوقت ما في هذه المباراه؟ كره من هنالك، البحث عن بالدي والبحث عن نيونغ، رجعت للخلف اتجاه شيخو كوياتي، كوياتي على الجهه اليمنى مع مدافع واجي وكوياتي، والضغط من بليلي والتغطيه الدفاعيه من هنالك. يلا فرحونا اليوم لانه كوياتي وكوليبالي، اي نعم كوليبالي قوي ولكن كوياتي ثقيل، ممكن تستثمر فيه يا يوسف بليلي. وبغداد بنجاح كذلك، عندما يجيك يا بغداد كوياتي تروح لكوليبالي، عندما يجيك كوليبالي تروح لكوياتي، حتى تجمعهما سويا وتخلي الفراغات لرياض محرز وليوسف بليلي. كره في التماس لرامي بن سبعيني من هنالك على الجهه اليسرى في مباراه رقم 21 مع المنتخب الجزائري، راحت لبن ناصر، اسماعيل استلم الكره، يلعب لسفيان، يلعب على الجهه اليمنى في اتجاه
يوسف عطال، يوسف ورياض، الرواق الايمن قوي وخطير للمنتخب الجزائري، رياض عند الكره يرجع مره ثانيه ليوسف عطال للخلف تماما لعيسى مندي، لمسنا الكره الان ومسكنا الكره بعد دقيقتين منذ انطلاقه المباراه. عيسى يبحث عن سفيان، التغطيه الدفاعيه من قبل المدافع صابالتي، صابالي رجعت للخلف وضغط شويه على كوياتي يا يوسف بليلي، من هنالك الكره البعيده من فاجي، البحث عن وسط الميدان من هنالك، ثم جياتا يرجع فيها الوسط، يبحث عن انجاي، يبحث عن الثنائي انجاي الفريد وبادو، الثنائي اللي يلعب في جالاتا سراي وكذلك في مالاغا الاسباني. كره بعيده يا رامي بن سبعيني من امام كايتا بالدي، الحكم قال راحت ضربه مرمى للحارس السرايس وهاب مبولحي في مباراته رقم 63 مع منتخب بلاده منذ انضم اليه في سنه 2010، منضم اليه وشارك في المونديال بعد الاصابه التي كان تعرض لها فوزي الشوشي انذاك. كره تنفذ، شوفوا الان داخل منطقه العمليات ويستلمها، القانون الجديد يسمح لاي لاعب انه يستلم الكره داخل منطقه ال 18. كره بعيده عن طريق اللاعب قديوره تروح من هنالك لبليلي على الجهه اليسرى، استلمها بليلي مازال مع بونجاح، بليلي وبونجاح، بليلي لبونجاح، كره خطيره، اوه لا لا وكايتا، ثم بليلي مره ثانيه يبحث عن سفيان، وجد رياض ولكن بعيده. انسجام وتناغم كبيرين بين بليلي وبونجاح، بين البيبي والبيبيام طبعا عندما نزيد لهم رياض محرز، يضغط سفيان تروح على جهه اليسرى لصالح المنتخب الجزائري، والضغط جزائري على السنغاليين في منطقتهم، طبعا ليس ضغط دائم لو لاحظتوا، ضغط ظرفي، ضغط على وضعيات، نضغط على حامل الكره في منطقه ما وبعدين نرجع، اذا لم نتمكن منها نرجع. تنفذ الكره في التماس، ساديو ماني يرجع للخلف لمدافع صابالي، الكره بعيده من صابالي، البحث عن قلب الهجوم من يونغ، والحكم يقول خطا. عندنا ذكريات معك سيئه يا يعني سي كاسبي المدرب الزامبي، ولكننا نحترمك ونحترم غيرك، واللاعبون كذلك فوق ارضيه الميدان سيحترمون كثيرا قرارات الحكام، الحكم مهما كانت. الكره على الجهه اليسرى توصل لساديو ماني، معك يوسف عطال، ساديو ماني ويوسف، ساديو مر، ساديو دخل، ساديو ويوسف، ساديو ويوسف، ساديو ويوسف، ساديو ويوسف، اي 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 التسديده وسفيان والخطوره، اولا لا اولا لا، هذا إنذار لك يا يوسف يا عطال، إنك أمام ساديو ماني وليس فرانك أو 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 جوليان أو لاعب فرنسي آخر من الدوري الفرنسي، حذر يا يوسف، شوف كيف مر ساديو ماني، يمر من كبار أكبر منك سنا وخبرة وتجربة وقوة، يا يوسف يا عطال مليح أنه مر من أمامك في أول كرة بهكذا الشكل. شوف سفيان التغطية هنا من أمام اللاعب ألفريد ندياي، لاعب نادي مالاغا، في وقت يسقط يبقى الفريد ندياي ساقط على ارضيه الميدان، الكره الاولى رئيس وهاب بولحي يلتقطها، والهربه الاولى من ساديو ماني كادت تشكل خطوره كبيره على مرمى الحارس رئيس وهاب بولحي. يصعد وينهض الفريد ندياي في هذه الكره، لاعب نادي مالاغا 29 سنه وسط ميدان منتخب السنغال الذي يعود سليم معافى، الكره كانت صعبه والتوغل من ساديو ماني كان صعب وخطير، هنا سفيان فغولي رمى نفسه كليه لكي يصد هذه المحاوله وهذه التسديده الاولى للمنتخب السنغالي. تعاد الكره من ساديو ماني مباشره للحارس رايس وهاب مبولحي، وتعود الامور كما كانت، 6 دقائق لعب، 0-0 في وسط الميدان. اسماعيل بن ناصر ابدعت في المباراه الاولى يا اسماعيل، راح يوسف بليلي يفضل من هنالك رامي بن سبعيني، توصلوا يوسف غريب، رامي بن سبعيني عند الكره الآن، رامي مازال يرجع في وسط الميدان لعدلان قديورة، عدلان قريب منه سفيان فغولي، وسفيان قريب منه عطال، وعطال يبحث عن رياض محرز، عطال مرة ثانية يرجع للخلف مضطر في اتجاه سفيان فغولي باليمنى وباليسرى، رجع للخلف تماما لعيسى مندي، من هنالك جمال بالعمري المتميز في مباراته الأولى، طبعا قلنا بأنه هذا اختبار واللي يأتي أيضا اختبار أفضل أكبر منه، وتسترجع الكرة من سفيان فغولي يلعبها لرياض، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، هاي كرة صعبة، رياض مازال، رياض مازال عند الكرة، يرجع لسفيان، رياض وسفيان وضيع الكرة، وراح ساديو ماني،
قديورة. لا 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 يا يوسف، لا 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 يا يوسف، التغطية من عدلان قديورة، ساعد يوسف خاصة في البداية يا عدلان، ساعده خاصة في البداية هذه من أمام ساديو ماني حتى يدخل في المباراة ويتخلى أو يتخلص من الانبهار بساديو ماني، ربما أبالغ ولكن يتخلص ربما من معنويا يدخل في المباراة. ساديو ماني بالراس، عطال يتفوق بالراس كذلك، تروح لقديورة، رجع لرياض محرز، رياض محرز عنده الكرة الآن، يبحث عن بنجاح متسلل، يبحث عن بنجاح متسلل في أول كرة من رياض محرز في اتجاه بغداد. في حاجة إلى مساندتك يا عدلان، مساندتك بحضورك وبكلامك معه وبخبرتك وتجربتك أنت كذلك. تلعب مع صابالي في وسط الميدان، كرة ممتازة عن طريق ندياي، راح ندياي، ندياي ما زال، سفيان معاه، ندياي ما زال، الحكم خلى اللعب وعطال مرة ثانية من أمام ساديو ماني، عطال وساديو ماني، ساديو ماني يلعبها في وسط الميدان، من هنالك البحث عن دياتا، يحاول يمر، يلا يا سفيان، يلا يا سفيان، تلعب على الجهة اليسرى، ساديو ماني البينية رجعت في وسط الميدان، ساديو ماني يطلبها، اللعب كثير مركز على ساديو، لولو خطا يقول الحكم للمنتخب الجزائري. نعرف السنغاليين بأنه عندهم المهارات وعندهم الكرات الرائعة جدا وعندهم القدرات حتى لصناعة الفارق، رغم أنهم لعبوا مباراة دولية ودية واحدة قبل المنافسة هذه، فازوا على نيجيريا 1-0 في 16 من شهر يونيو الجاري، نذكروا بأنها فازت على مالي في التصفيات 2-1. كرة من هنالك على الجهة اليسرى لجمال بالعمري، انطلق بن سبعيني، توصل في الوسط لبليلي، يوسف بليلي لرامي بن سبعيني، يرجع يوسف ورامي والكرة تروح تماس للسنغال، من هنالك على الجهة اليسرى كيتا بالدي يتمتع كذلك بسرعة فائقة. راح تكون البداية على ساديو ماني وبعدين يحاولوا يوازنوا في اللعب لأنه بالدي أيضا قوي وخطير، يتمتع بقدرات كبيرة. كرة في العمق، التغطية الدفاعية من هنالك من اسماعيل بن ناصر، الكرة تروح للتماس لصالح المنتخب السنغالي المبادر شوية في بداية هذه المباراة لحد الآن. نعم مبادر، يلا يا اسماعيل، وسط ميدان نادي إمبولي، واحد من أبناء مدرسة أرسنال في مباراة رقم 12 مع منتخب بلاد الجزائر، بعد 22 دقيقة لعب، بعد عفوا 9 دقائق لعب، 0-0. الكرة من هنالك عن طريق شيخو كوياتي، يبحث عن كاسوي، يصفر خطأ في الكرات العالية. السنغال قويين لما يصعدوا هؤلاء. كرة في المخالفة من هنالك، بالدي في تنفيذها، كيتا لصالح المنتخب المالي، يلعب مباراة رقم 27، مسجل 5 أهداف إذا ضفنا له الهدف اللي سجله في المباراة الأولى أمام تنزانيا. بالدي يستعد، حذري، الكرة منفذة في القائم الأول، وعطال ورئيس، عطال ورئيس التقت هذه الكرة، عطال لأنه قصير القامة فيروح للقائم الأول، قصير القامة وخفيف وشاطر فيروح للقائم الأول لأنه ما يعملوا به ولا شيء في القائم الثاني. توصل لبغداد بنجاح من هنالك على الجهة اليسرى، يحاول يمر بغداد، ما زال محاصرة، تغطية دفاعية، يبقى سنغالية والكرة في التماس لصالح المنتخب الجزائري ولصالح السنغالي عفوا ولصالح المدافع موسى وعكني، لاعب نادي 20 سنة في عمره يلعب في الفريق الثاني لبرشلونة، هذا اللاعب وعكني في تنفيذ هذا التماس، يبحث عن بالدي، التغطية من رامي بن سبعيني، بالدي ما زال ورامي والحكم خلى اللاعب البليلي عنده الكرة، يحاول يمر، زوج لاعبين أمامه، تماس لكل الحكم لصالح المنتخب الجزائري من هنالك على الجهة اليسرى من الخط الأمامي للتشكيلة الجزائرية في التماس. تعادل مرضي لكلا المنتخبين، يعني تبقى فيه بعدين فارق الاهداف اللي راح يفصل في صاحبي المركز الاول والثاني. بغداد بنجاح يبحث عن بليلي، التغطيه الدفاعيه، او يبحث عن بن ناصر، التغطيه الدفاعيه وتروح مباشره في التماس لبليلي وللمنتخب الجزائري بعد تدخل اللاعب الفريد نجاي، لاعب نادي ملقا على الصوره، في حين على الصوره هو جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري. حتى الان تاهل
مصر ونيجيريا بعد مباراتين وبعد جولتين في المجموعة. الكرة من هناك يا رامي الكرة بعيدة راحت ضربة مرمى. كل حكم المباراة في الأولى كان ممكن تكون أفضل لو وزعت هذه الكرة في اتجاه زملائك في الخط الأمامي لتشكيلة المنتخب الجزائري، بحثا عن بغداد بنجاح وبحثا كذلك عن سفيان فغولي الذي يتقدم وعن رياض محرز الذي يغلق في القائمة الثاني. كرة ضربة مرمى لصالح إدوارد مندي حارس مرمى منتخب السنغال بعد 12 دقيقة لعب. بداية حذرة جدا ولو أنه شوية مبادرة من جانب المنتخب السنغالي، حذرة نعم. وبعدين احنا لم نصل بعد. شيخو كوياتي من هنالك على الجهة اليمنى يلعبها مع مدافع واغني، يحاول يمر يستند لبالدي، ترجع لواغني مرة ثانية، يضغط اسماعيل بن ناصر ويضغط سفيان، توصل على الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب نجاي، يحاول يمر ويستفيد من خطأ. يقول حكم المباراة بعد التدخل من عدلان قديورة وسط ميدان نادي نوتنغهام فورست. هنا من أمام الفريد نجاي الخطأ ينفذ، ترجع مع شيخو كوياتي يلعب في كريستال بالاس. شيخو كوياتي راح يتعب في الدقيقة 70 و80، ممكن يا بغداد تستثمر في ذلك. الكرة تلعب بالدي في الوسط، يدخل بالدي مازال عنده الكرة، يغير تماما. رياض محرز ضيع هذه الكرة، تروح لصابالي عنده الكرة الآن، حذر يا يوسف عطال، رجع له صابالي خلاها مباشرة لساديو ماني. ساديو ماني يستند لقلب هجوم نجاي، يحاول يمر نجاي مازال، ساديو ماني قريب. الكرة البينية، البينيات خطير جدا منتخب السنغال، محاولة التوغل تلعب على الجهة اليسرى مع اللاعب نجاي. التوزيعة في القائمة الثانية بعيدة، راحت سلامات خرجت من قبل اللاعب كيدين ديات لاعب نادي بروش البلجيكي، وكذلك عمره 20 سنة اللاعب ديات. السنغال ولاد السنغال عبر التاريخ، نتذكر بأنه تبحث عن أول لقب لها على صعيد القارة، هي اللي وصلت للدور النصف النهائي في 90 في الجزائر، خسرت أمام الجزائر آنذاك ب2-1، وصلت في 2006 طبعا بالإضافة للنهائي اللي خسرته أمام الكاميرون في سنة 2002، شارك المنتخب مرتين في نهائيات كأس العالم. الكرة ترجع مرة ثانية لعيسى مندي، عيسى مندي يبحث عن سفيان ويبحث عن اسماعيل بن ناصر، توصل الرياض على الجهة اليمنى، الرياض يرجع للخلف ليوسف عطال، يوسف عطال مع عيسى مندي، الضغط من القبل اللاعب ساديو ماني، وعيسى مندي يرجع لحارس ورئيس وهاب بولحي. أكثر مباراة دارة من جانب السنغاليين، عارف بأنه جمال قال لهم ندخلوا المباراة بعقلنا يعني. السنغاليين متعودين على هكذا أجواء نظريا. شوية الحرارة مقارنة بالمباراة الأولى اللي لعبناها الساعة 11 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 10 مساء بتوقيت القاهرة ومصر. مباراة هذه تلعب في 8 بتوقيت مكة، 7 بتوقيت مصر، فشوية رطوبة وحرارة مرتفعة مقارنة بالمباراة الأولى. كرة في التماس ليوسف صبلي المدافع الأيسر لمنتخب السنغال المبادر، واللي ولكن المبادرة والاستحواذ لا تعني شيء، وأنك تسيطر في مباريات مثل هذه لا يعني أيضا شيء، المهم تسجيل الأهداف. أي نعم حبوا نلعب أفضل، لأنك لما تلعب أفضل تكسب ثقة في النفس وتدخل في المنافسة، لأنه لو لم تلعب أفضل مباراة واثنين تصرف على الكرة. رياضي بغداد، راح بغداد وبا با 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 لمسة يد، يقول حكم المباراة كرة جول، لمسة يد ولمسة جول، مخالفة صعبة على خط ال 18 لصالح المنتخب الجزائري، وأول بطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة في هذه اللحظات. شوف الروعة في خطف الكرة هنا من قبل اسماعيل بن ناصر، بغداد بنجاح، ثم البطاقة الصفراء في وجه شيخو كوياتي. أول بطاقة صفراء وأول مخالفة خطيرة حمراء، يعني مخالفة حمراء في منطقة حمراء بعد بطاقة صفراء من شيخو كوياتي، ومخالفة يا رياض لو تحطها في الجول، لو تحطها في الجول في وقت السنغال مستحوذة والسنغال ضغطة، لا لأنه باش تضغط لازم توصل لرئيس وهاب بولحي، وحنا شفناكم لم تصلوا بعد بالشكل الخطير لمرمى رئيس وهاب بولحي والمنتخب الجزائري في تنفيذ المخالفة، إما رياض محرز أو من
أو من نعرفه بأنه قديورة عنده تسديدات قوية، ولكن هذه المواقع ليست مواقع تاع قديورة. قديورة من 30 من 40 متر، قديورة لما يخدعك بتسديدة عنده التركيز الجيد وعنده القوة في التسديد. عدلان قديورة، سفيان فغولي رفقة رياض محرز الذي يتولى تنفيذ هذه المخالفة الصعبة كثير. كرة جول أمام دفاع وأمام جدار يتمتع بقامة طويلة للاعبي المنتخب السنغالي. شوف معدل 1.95 متر إلى 2 متر. رياض محرز في تنفيذ هذه المخالفة، وكذلك يوسف بليلي واحد منهما سيسدد. يجب أن تتفق قبل التسديد حتى يرتاح المنفذ البغداد. يا يوسف، يا يوسف، اعتقد بانه كان في اتفاق بين يوسف واللي سدد هذه المخالفه، لانه الحارس كان في الجهه اليمنى، يعني في المكان اللي من المفروض يسدد فيه رياض محرز، فكان الخيار انه يوسف بليلي هو اللي سدد امام انظار عشاق الخضر الاوفياء من المقيمين هنا في الاراضي المصريه ومن القادمين من الجزائر ومن مختلف البلدان، وتعرفوا عشقهم طبعا اقصد الجماهير الجزائريه لمنتخب بلادهم كان أكبر وأقوى، وبقي رغم تأثر المنتخب الجزائري ورغم تراجع نتائج المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة. اسماعيل بن ناصر عنده الكرة الآن في وسط الميدان، يوصلها لعيسى مندي. عيسى مندي على الجهة اليمنى قريب منه يوسف عطال. عيسى ماذا تفعل؟ عيسى الكرة الأرضية لسفيان. خطأ يا سيكاسوي، خطأ يا سيكاسوي، يقول لا، يقول تمس. في تقديره ليس هناك خطأ على سفيان فغولي من قبل ألفريد اندياي وسط ميدان نادي مالاغا. رجعت للخلف لكاليدو كوليبالي، وهذا الفد هذا القوي، كوليبالي بيسرى الكرة بعيدة، البحث عن نيونغ، تسترجع من يوسف عطال، يبحث عن سفيان، سفيان وبغداد بعيد عليه، تروح لرياض أو لبنجاح. رجعت للخلف، كوياتي يلعبها مع مدافع كاليدو كوليبالي، كوليبالي وكوياتي مرة ثانية. اقترب شوية يا بغداد، اقترب شوية يا بغداد من القاهرة. نقصد بغداد المدينة والقاهرة أو المدينة التي تلعب في هذه المباراة. وخطأ آخر يقول حكم المباراة ارتكبه بالدي من أمام إسماعيل بن ناصر لصالح المنتخب. هناك من يقول بالدي، هناك من يقول كايطا، المهم لما نقول بالدي هو كايطا، لما نقول كايطا هو بالدي، ولما نقول كايطا بالدي هو السنغالي المتميز في الإنتر. والحكم خلى اللاعب وراح بن 70 على الجهة اليسرى، يواصل رامي عنده الكرة الآن، والحكم يقول العب يا رامي، العب يا رامي، ولا تحتاج حذري من البطاقة. أنا نخاف على المدافعين من البطاقات، مهاجم أوكي لأنه ممكن غير معرض لأن يرتكب أخطاء يتلقى بطاقات صفراء، ولكن المدافعين لا. مثلا شيخو كوياتي سيلعب خايف ومتخوف من أنه يتلقى بطاقة صفراء ثانية. كرة في المخالفة، شيخو كوياتي، أتمنى أن تكون شيخ اليوم في تحركاتك وحركاتك ورؤيتك ومتابعتك، يعني تكون كهل يعني، وتخلي بغداد بو نجاح ويوسف بليلي في شبابهم وفي مهاراتهم. حذري من هنالك يا رامي بالراس من امام كايطا بالدي، تروح مباشره لميونغ وللتماس لمنتخب السنغال. بدينا نخرج شويه من قوقعتنا، ومرت سلامات العشرين دقيقه الاولى من عمر هذا الشوط الاول. الكره من هنالك عن طريق اللاعب ساديو ماني، حاول يمر والحكم يقول تماس للمنتخب الجزائري لرامي بن سبعيني وليوسف بليلي. تكتيكيا في اماكننا، نشعر باللمسه نتاع جمال بالماضي من الناحيه التكتيكيه على الاقل. ما نتكلمش على الخيارات، احيانا تكون خاطئه او حسنه، واحيانا تكون موفقه احيانا لا. نتكلم على التزام اللاعبين، لما تشوف اللاعبين في تموقعهم عندما نضيعوا الكره تحس بانه تحس بانه فيه مدرب. الكره جايه اليسرى، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني مع سفيان، كره خطيره. لا 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 ولا شيء، لا 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 يا سيدي، لا 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 يا سيكازوي، لا يا سيكازوي، لا 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 يا سيكازوي. وخطا من بالعمري يصفر خطا حكم المباراه على جمال بالعمري لصالح المنتخب السنغالي. ليش ضرب الجزاء؟ لا تكتش تكتش لا من الخطأ هنا أو في الأول، لا في الأول على بالعمري، في الأول على بالعمري اللي يتلقى بطاقة صفراء. جمال الصور اللي في المدرجات رائعة للجماهير الجزائرية والمصرية الموجودة بكثافة. شوف الصور هذه كم هي حلوة، روعة.
روعة وكثافة عددية مقارنة بالمباراة الأولى بهواتفهم وكاميراتهم و... رائعة أجواء رائعة في القاهرة وفي مصر في الملاعب وخارج الملاعب. طبعا الموجودين في مصر مستمتعين بأجواء البطولة، وطبعا كل ما يكون منتخب مصر في أفضل أحواله كل ما يزيد الاستمتاع، لأنه يكون فيه تناغم بين الجماهير المصرية الراضية على صف الخطأ. خوف، لكن هذه الكرة خوف ولا ما تخوفش، المهم الكرة هي هكذا. والمباراة لحد الآن كما كنا نتوقع صعبة وصعبة جدا. الكرة في المخالفة صعبة كثير، حمدي نيونغ سيتولى تنفيذ هذه المخالفة لصالح المنتخب السنغالي. حضري يا ريس، صعبة كثير هذه المخالفة. موسى وجيه المدافع الأيمن على فكرة هو خريج مدرسة أكاديمية إسباير في قطر، لذلك هو مع الفريق الأول لبرشلونة، شارك معه في بعض المباريات الفريق الثاني. وماني وسلامات مرت وراحت، سلامات مرت ورحت. كنت اتحدث عن موسى وجيه اللي قلت بانه شارك مع الفريق الاول لبرشلونه في بعض المباريات، ويبدو انه حتى فالفيردي مقتنع به وسيحافظ عليه في المستقبل. كنت قلت بانه في البدايه ايضا بانه جمال برمادي لعب في نوادي اوروبيه، وذكرت النوادي التي لعب لها على غرار ذكر لاليو سيسي، حبيت اقول بانه لعبوا في اوروبا وفي فرنسا وفي انجلترا كذلك. جمال برمادي درب منتخب قطر، لا يجب ان ننسى بانه فاز معه بكاس الخليج ولعب في الدوري القطري، لعب في ناديين في قطر في الغرافه وفي نادي الخرطيات. وانطلق من ساديو ماني، غير متعمدة يا سيكازوي، غير متعمدة يا سيكازوي، يا 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 غير متعمدة يا سيكازوي. راح نشوف الإعادة ونتأكد بأنه لا يا يوسف، لا يا يوسف، لا يا يوسف، لا يا يوسف، أنت ولد صغير يا يوسف يا عطال، تسمع وتنصت ولا تتكلم ولا تحرك ساكنا. هاي بطاقة صفراء مجانية يا ولد، هاي بطاقة صفراء مجانية، أنت لا تحرك ساكنا يا يوسف، أكبر منك سنا وخبرة وتجربة يخضعون لقرارات حكام المباريات. أي نعم تردد، أي نعم هناك العرقلة غير متعمدة تماما، ولكن قرار الحكم. شوف أنا، شوف أنت حبيت تلعب الكرة وساديو ماني خبرة وتجربة عليك، صنع الفارق و آي 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 آي. خطأ وبطاقة صفراء ثانية لصالح العناصر المنتخب الجزائري هنا مع يوسف عطال. هاي يا بالعمري ويوسف عطال، بطاقتان صفراوان لعناصر المنتخب الجزائري. بالدي يتولى التنفيذ، هذه المخالفة لصالح المنتخب السنغالي. صعبة كثير، صعبة من بالدي هذه المخالفة لصالح عناصر المنتخب السنغالي. حذر يا ريس، حذر يا ريس، راح ينفذها على طول مباشرة في اتجاه المرمى يا ريس، حذر يا ريس من بالدي، كيتا بالدي. قلت لنا من قبل ما كنا لنتجاوب معك بهذا الشكل، خوفنا لأنه يخوف هو الموقع نتاع المخالفة، وممكن تخوف أنت أيضا لأنه عندك قدرات كبيرة جدا. اللاعب بالدي ك
كرة في التماس لصالح صبلي تسترجع من رياض محرز والحكم يقول خطأ لصالح المنتخب الجزائري في الخط الخلفي ليوسف عطال ولريس وهاب مبولحي. هنا الخطأ من قبل نيانغ. صفر حكم المباراة لصالح المنتخب الجزائري. لريس وهاب مبولحي يعيد الكرة للأمام. لعبنا 27 دقيقة لعب، ما زال التعادل 0-0. البحث عن الكرة، أوه يخطفها بنجاح على جهة اليمنى. ما زال بغداد عنده الكرة الآن مع سفيان. بغداد يدخل وضيع الكرة، ما زالت الخط، لا سقط وحده، سقط وحده يا سفيان، وضاعت مرة ثانية. وانطلاقة من الوسط، ندياي عنده الكرة يلعبها من هنالك على الجهة اليمنى مع جاتا. جاتا يبحث عن ندياي، يجد من هنالك بالدي، حاول يمر لصالح المنتخب السنغالي مع الرامي. بالدي رامي وبالعمري يخرج الكرة لرياض محرز في وسط الميدان. رياض عنده الكرة الآن، دفع من الخلف واعتراض من الأمام وخطأ يقول حق خلل. لا راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، بابا 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 با. وبغداد ورجاع والعودة الموفقة من كوليبالي. سفيان مرة ثانية، اولالا هاي اخطر فرصة في المباراة جزائرية من بغداد. بنجاح تسترجع من هنالك من عيسى مندي، الحكم خلى اللعب. سفيان لرياض، رياض مع عدلان، رياض ما زال يتوغل، رياض يدخل، وين رايح يا سفيان؟ وين يا سفيان؟ وضاعت الكرة هذه، بن ناصر والاندفاع الكبير، ثنائية تصنع الفارق في هذه المباراة. اسماعيل بن ناصر يستلمها في المراوغة. اسماعيل من دون عقدة يلعب بأريحية كبيرة. اسماعيل بن ناصر يلعبها، وهذا هنالك يا سيدي الحكم، ماذا هنالك؟ يبقى ساقط على أرضية الميدان عيسى مندي في الخط الخلفي لدفاع المنتخب الجزائري. كانت كرة أولى هنا، خلى اللعب لأنه استلمها من هنالك بليلي، وصلها لبغداد ونجاح. لا 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 لا، العودة الموفقة من كاليدو كوليبالي، يتمكن من صد هذه الكرة وإخراجها، وإلا كانت كرة هدف لصالح المنتخب الجزائري. كاليدو كوليبالي وخبرته وتجربته تسمح له بأن يكون في مستوى هكذا مباراة أمام المنتخب الجزائري. طبعا عندما نقترب من الدقيقة 30 يحق للحكم، وليس قانونا، ولكن يحق للحكم أنه يسمح للاعبين بأن يلتقطوا أنفاسهم ويشربوا شوية ماء، لأنه الرطوبة مرتفعة شوية والحرارة كذلك. كرة من هنالك في الخلف لجمال بالعمري، يطلبها عدلان قديورة، ترجع له جمال. جمال رجع تماما لرئيس وهاب مبولحي. استحواذ سنغالي، ولكن أخطر فرصة كانت جزائرية. عيسى منجي من هنالك لجمال بالعمري على الجهة اليسرى. جمال بالعمري يرجع مرة ثانية، مبدأ الأمان والاطمئنان، حتى ولو رجعنا للخلف كل مرة، حتى ولو بقينا الكرات نلعبوها مع رئيس مبولحي كل مرة، لأننا متعادلين 0-0 أمام منتخب محترم، محترم فنيا، لأنه كل المنتخبات محترمة، ولكن فنيا هناك من هو يستحق الإعجاب والاحترام. هايلة من بليلي لبغداد، استلمها داخل منطقة عمليات بغداد، بنجاح غطى كورت ويرجع ليوسف بليلي. يوسف في خطأ من يوسف بليلي، في خطأ من يوسف بليلي يقول حكم المباراة لصالح المنتخب السنغالي. بدينا نخرج من منطقتنا، بدينا كذلك نبادر، وبدينا لما لا نشكل خطورة على دفاع المنتخب السنغالي بكرة في العمق في اتجاه بغداد بنجاح. تفاهم والتناغم الكبير بينه وبين يوسف بليلي. على الجهة اليمنى الكرة، موسى وجي رجع للخلف يلعب مع شيخو كوياتي. كوياتي والكرات لبالدي، غطى كورتو، رامي بن سبعيني قائم بدوره، تروح في الوسط لبليني، يلعبها مع بغداد ومع سفيان. بغداد استلمها ونجاح، اولالا ركليه يقول حكم المباراه بعد التدخل من كاليدو كوليبالي. خليني نقول لكم بانه هذه ضربه مرمى وليست ركليه، لانه بغداد هو اللي خرجها. طيب علاش ما تعطيلوش البطاقه الصفراء على احتجاجه؟ هو لم يحتج على خطا، احتج على ركليه.
طيب يبقى تقدير حكم المباراة هو سيد الموقف في هكذا وقائع وفي هكذا مواقع وفي هكذا ظروف ومحطات. الكرة في الركنية من هنالك لصالح يوسف بليلي، سعد عيسى مندي وجمال بن عمري في القائم الأول، ولا واحد، راحت الكرة سهلة لإدوار مندي حارس مرمى المنتخب السنغالي. من مكان شوف بيخطف كرة من الحارس في اللعبة الماضية، تلعب مع شيخو كوياتي، يلعبها مع موسى وجي من هنالك على الجهة اليمنى من الخط الخلفي. كوياتي مرة ثانية، اجتزنا الدقيقة 30، دخلنا ربع ساعة الثالث. عدلان قديورة بعيد وفيه خطايا عدلان، نعم حذاري من البطاقات يا عدلان، حذاري من البطاقات يا عدلان، حذاري. ثلاث بطاقات أخرجها حكم المباراة لحد الآن، اثنتان للجزائر وواحدة للسنغال. في المخالفة لشيخو كوياتي، يلعب شيخو كوياتي مع اوسا وجي، بالدي استلمها كايتا، ارجع للخلف تماما لشيخو كوياتي مره ثانيه. دينا الخوف، السنغاليين بداوا او يتخوفوا، مش الخوف لانه ساديو ماني لا يخاف ورياض محرز لا يخاف، بل يتخوف من معطياته، من ظروف ومن محطاته، من كرات ومن لقطات. في التماس الحكم يقول لصالح المنتخب السنغالي، والمدافع يوسف صبالي على الجهه اليسرى. يوسف صبالي الان تحسنت امور يوسف عطال في الجهه اليمنى من امام ساديو ماني. بغداد بونجاح امام ساديو ماني، رجعت للخلف للمدافع شيخو كوياتي، يلعب على الجهه اليمنى مع موسى واجي. لا لا بليلي يضغط على واجي والكرة تروح تماس، تحرر يوسف بليلي، استعاد ثقته في نفسه. طبعا ثقة في نفسك هي منك وزيد يعطيها لك المدرب وزملائك ورفقائك فوق أرضية الميدان، وإن كان يوسف وين صار يعني، رغم أنه متميز ومبدع من سنوات، ولكن قضية ثقة من في النفس أولا، وثقة من مدربين يشرفون على المنتخب يثقون في هذا على ذلك على ذاك، وهذا أمر عادي وطبيعي يجب احترامه في لعبة كرة القدم. والكرة شمعة، والكرة فرصة تتاح للاعب يستثمر فيها مثل ما فعل بن ناصر في مباراة الأولى. يا رئيس، يلا يا رئيس، الله يا عيسى، تقطها رئيس ويلعبها مع يوسف عطال، يخرج بالكرة يوسف من امام وصل عدلان قديورة، عدلان يرجع لحارس ورئيس، وهاب بولحي يضغط عليه من هنالك نيونغ، وهاب بولحي بيمناه يبحث عن رياض محرز بالراس، يتفوق عليه الصبالي وتروح تماس لصالح المنتخب الجزائري ولصالح رياض محرز. بعد مرور 34 دقيقة لعب مشاهدي فاضل منذ انطلاقة الشوط الأول، التعادل سيد الموقف، صفر مقابل صفر. يوسف عطال لعيسى مندي، كأنه جمال بالماضي واللاعبين الجزائريين حاسين بأنهم سيذهبون بعيدا في هذه المنافسة، ياخذوا المباريات، يرفعوا النسق من مباراة لأخرى، مش من مستعجلين يعني. البغداد بنجاح هو انطباع فقط، لو تسألهم يقولوا لك لا، ولكن هو انطباع قد تخرج به عندما تلاحظ تصرفات فردية وجماعية للاعبين والثقة البديعة على وجوههم وفي حركاتهم وتحركاتهم سواء في الدفاع أو في الهجوم. يلا يا عدلان، يا صفيان، الكرة من هنالك، الحكم يصفر خطأ، ضغط على المدافعين قد يأتي بنتيجة. يوسف بليلي يضغط، وصل لكيتا بالدي من هنالك على الجهة اليمنى مع رامي بن سبعيني، الضغط على حامل الكرة واضح وصريح من اللاعبين الجزائريين، مش متعودين عليه، هنا بصمة مدرب واضحة، تضغط يلحق عليك الثاني يزيد يساعدك، نغلق الدفاع يتقدم، هي ميكانيزمات في المستوى العالي، اللاعبين على هذا المستوى يفهموها ويدركوها، فقط تذكرهم بها في كل مرة وتلزمهم بالقيام بها في مباراة على مباراة. أحيانا يقول لك لا نبقاو على ما وراء خط وسط الميدان وننتظر، طبعا كل هذا متوقف على اعتبارات عديدة جدا متعلقة بالذات ومتعلقة بالمنافس في الجهة المقابلة. شيخو كوياتي يلعبها في وسط الميدان من هنالك مع جياتا، جياتا محاصر، شوف كيف يضغط عليه اسماعيل بن ناصر، رجعت من كوياتي، يضغط بغداد بنجاح على الحارس مندي، بغداد ومندي. أنا أتوقع بأن السنغاليين على مستوى الدفاع قد يرتكبون خطأ مكلفا غاليا ثمينا فادحا، سيكون في صالح بغداد أو يوسف بليلي أو سفيان أو رياض ويستثمرون في ذلك. حضور جماهيري محترم، في محترم
حيث الكم والعدد موجود في المدرجات. ينفذ تماس من واجي تروح بعيدة حذرية عيسى ويعطال تسترجع من هنالك من جمال بالعمري يخرج بالكرة جمال وخطأ من نيانغ مهاجم نادي الرين في الجهة اليمنى طبعا ويلعب مع رامي بن سبعيني في نفس الفريق. في المخالفة من هنالك لصالح جمال بالعمري كرة البعيدة من جمال البحث عن بغداد بونجاح وكوياتي وبغداد فتوا الكرة بغداد بونجاح راحت لكوياتي وضربة مرمى لصالح الحارس إدوارد مندي تروح للمدافع كوليبالي يرسلها في وسط الميدان وانطلق على جهة اليسرى رجع لرياض رجع لرياض صابالي راح ودخل صابالي مازال صابالي يلعبها في اتجاه الجيعي يبحث عن المرور من أمام يوسف عطال والكرة في التماس يتحماو على يوسف عطال في الجهة اليمنى فأنت بحاجة رياض واجبك ترجع لتساعده ومفروض عليه كذلك عدنان قديورة أنه يقف أمام يوسف عطال في ظروف مثل هذه. هناك محطات وظروف في أوقات معينة يشعر بها الزملاء بأنه فيها ضغط على يوسف يتعاونوا. الكرة في الوسط اسماعيل بن ناصر لم يقدر التغطية من رامي بن سبعيني شوف كيف يغلق رامي وصلت لبالدي تحول إلى الجهة اليسرى بالدي حول مرة من أمام يوسف عطال يرجع للخلف لصابالي صابالي بيمناه صابالي يرجع للخلف مضطر كذلك في اتجاه وسط الميدان جاي بغداد كاد ياخذها كوليبالي كاليدو كرة بعيدة فيه تسلل عودة منه يوسف عطال ضيعتها الكرة سنغالية حذري كرة صعبة راحت لنيونغ الكرة لم تصل ثم اسماعيل بن ناصر ينتظر في بنجاح ينطلق اسماعيل بن ناصر يفضل يتريت احسن ما فعل حتى بدو لرامي بن سبعيني دائما في المساندة رامي في العملية الهجومية يوسف البليلي وبن ناصر الحكم يقول خطأ لاسماعيل بن ناصر في هذا التدخل كان فيه احتكاكات طبعا على هذا المستوى وبلاعبين مثل هادو لا تشاهد عنف او لعب خشن تشاهد تدخلات قوية صارمة تشاهد صراعات ثنائية تشاهد عرقلة مثلا نعرقلك حتى لا تصل صعب انك تشوف لعب خشن وعنيف بين لاعبين سنغاليين وجزائريين يلعبون في احسن الدوريات على الصعيد العالمي. عيسى منتي يلعبها في اتجاه سفيان فغولي على جهة اليمنى يتقدم سفيان سفيان يقترب منه يوسف عطال يوسف لرياض رياض يوسف راح يوسف فيه خطا بالدي معاه يوسف عطال راح دخل يوسف عطال وبالدي ورجع وصفر خطا لا يوسف يا يوسف يا يوسف الله يرحم والديك اختك من الحكم حتى المطالبه ببطاقه صفراء من فضلك من فضلك من فضلك اوكي قد ترفع يدك مره واحده ولكن لا تصر ولا تحتج ولا تلوح بيديك على حكم المباراه بطاقه صفراء ثانيه هذه المره لبالدي كيتا بعد الاعتراض من امام يوسف عطال عارفين قدراته وامكانياته لما ينفرد لذلك رجع حاله رياض بسرعه في اتجاه يوسف عطال نفس السيناريو هنالك في المباراه الاولى بعد الدقيقه 30 انفرد بوحده يوسف عطال هنا بعد الدقيقه 30 حاول ينفرد بوحده يوسف عطال كرة في المخالفة لصالح المنتخب الجزائري ماذا هنالك ماذا هنالك يا ساديو يا ماني رياض لم يسرق متر أو مترين يعني وبعدين راح يشرب شوية مية كرة في المخالفة لرياض محرز بحثا عن بغداد وبحثا كذلك عن بن سبعيني الموجود رفقة عيسى مندي كذلك في وقت رجع عدنان ورجع اسماعيل بن ناصر ورجع يوسف عطار بقصار القامة رجعوا للخلف للتغطية كل السنغاليين في منطقة المنتخب السنغالي في هذه المخالفة من رياض محرز في الخمس دقائق المتبقية من عمر الشوط الأول من هذا اللقاء الجزائر السنغال صفر مقابل صفر واقفين وحاضرين لم تصل كرة خطيرة لمبولحي ولا كرة خطيرة في الجهة المقابلة إدوارد المندي من هنالك يلا يا رياض حط لنا الكرة فوق واحد من الرؤوس يلا يا بغداد انهض ليس هناك أي شيء رياض محرز رياض القائم الأول في اتجاه رامي بن سبعيني والكرة في الركنية لصالح الخضر بعد 40 دقيقة لعب من عمر هذا الشوط الأول صفر مقابل صفر الجزائر السنغال في هذه المجموعة الثالثة الجولة الثانية منها ثلاث نقاط لكل منتخب بهذه النقطة أربعة ركنية تنفذ من رياض محرز لصالح المنتخب الجزائري كمية جميلة الألوان الخضراء والحمراء والبيضاء من رياض محرز ينفذ ركنية في القائمة الثانية ومندي يستفيد من خطأ يقول حكم المباراة ما أنا عملت ولا شيء يقول له بنجا والله 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 ما عملت والله ما عملت جوف جوف والله ما عملت
هنا ارتقاء. لا ما عملت ولاش ولاش ولاش. صدقناك يا بغداد، صدقناك يا بغداد. شوف هنا حاولت ارتقاء، هنا اوكي ارتقيت، حطيت يدي على وجهه، ولكن تحت لا، يعني هو تألم من عرقلة من تحت بالرجل، لكن ليس هناك خطأ. وسيكازوي كان موفق في قراره بأن صفر خطأ، لأنه الحارس محمي داخل منطقة عملياته، وبالتالي الخطأ صريح وواضح. حتى ولو لم يكن خطأ، الحكام دائما يعطيوا الأولوية والأفضلية لحراس المرمى في مثل هكذا كرة. ماذا هنالك يا جمال؟ هل نعرف ونحاول نفهم ماذا تقول لي؟ هل قضية تموقع؟ هل عندما تكون عندنا الكرة أم عندما تكون الكرة عند السنغاليين؟ هل تحتاج إلى لاعب ثاني ليضغط على حامل الكرة يقترب من اللاعب الأول؟ هل هناك ميكانيزمات غفلوا عنها يعني ونساوها، أو لا يطبقونها فوق أرضية الميدان؟ لأنه في لعبة كرة القدم حتى في الحياة ككل، الجزئيات والتفاصيل تصنع الفارق. هذه الجزئيات والتفاصيل غفلوا عنها يعني ونساوها، أو لا يطبقونها فوق أرضية الميدان. لأنه في لعبة كرة القدم حتى في الحياة ككل، الجزئيات والتفاصيل تصنع الفارق. هذه الجزئيات والتفاصيل هي اللي تصنع الفارق في نهاية المباراة. هذه الجزئيات والتفاصيل هي اللي تصنع الفارق في نهاية المباراة. هذه الجزئيات والتفاصيل هي اللي تصنع الفارق في نهاية المباراة. تصنع الفارق. هذه الجزئيات والتفاصيل هي اللي تصنع الفارق في نهاية المباراة، أو في لعبة، في كرة، في تمريرة، في تموقع، في تسديدة، في 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 كل شؤون الحياة وفي شؤون كرة القدم. ما دمنا نتحدث عن الكرة، تلعب لشيخ كوياتي من هنالك. دخلنا الخمس دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر الشوط. شيخ كوياتي يبحث عن نيونغ، لم يقدر عليها، والحكم يقول تماس للجزائريين. على طول قامتك يا نيونغ، على قوتك البدنية اليوم لحد الآن بالعمري ومندي حاطينك في الجيب. كرة من هنالك في خطأ، الحكم يقول لصالح المنتخب الجزائري ولصالح يوسف بليلي من أمام موسى وقي. نعود نذكر بأنه واحد من أبناء أكاديمية أسباير القطرية، اللي خرجت المنتخب القطري أغلبيته كله اليوم، وخرجت الكثير من اللاعبين من ينشطون حتى خارج قطر، أثمرت نتائج رائعة جدا بعد سنوات من الصبر ومن الجهد ومن العمل ومن التخطيط الرائع جدا، وما زال تخرج كذلك أجيال وأجيال. الكرة من هنالك، يوسف بليدي رقب كورتو يراوغ، يوسف ما زال عنده الكرة الآن، طلبها رامي، راح رامي بن سبعيني، يوسف بليدي يرجع للخلف في اتجاه اسماعيل بن ناصر، يلعبها مع عيسى مندي، عيسى مندي معها دانج ديورا، راح سفيان، عيسى مندي ما زال طلبها سفيان، وينو رياض، عيسى مندي يبحث عن سفيان بالسيف، وجد سفيان، رجعت لعطال، عطال يلعب مع يا عيسى ويا عطال، الكرة في الوسط، ندياي ندياي ندياي، وخطأ يقول حكم المباراة، ندياي وخطأ يقول حكم المباراة، ارتكبه رياض محرز في تقدير الحكم هنا في هذه اللعبة. نعم لصالح كاليدو كوليبالي، يلعبها بعيدة لعين لساديو ماني، حذاري يا يوسف يا عطال، حذاري من ساديو ماني. انت قصير القامة مثله، انت خفيف وسريع مثله، لكن هو خبرته وتجربته، هو ليفربول يا رجل. هو وصلاح وفيرمينو تتحدث عن ثلاثي مرعب في نادي ليفربول، وكأفراد كذلك مرعبين مع نواديهم ومع منتخباتهم. رئيس وهاب بلحي ياخذ قبل وقته لاعاده هذه الكره لرفقائه. اللعب تقريبا
ولا واحد قدر على خصمه يعني، والدليل انه رئيس وهاب بنبلحي ولا فرصه ولا كره صعب عليه. نفس الشيء كره واحده من بنجاح بالنسبه للمنتخب الجزائري. رياض محرز يسمع عند بن ناصر، استلم الكره اسماعيل مازال ضيعتها، تروح منه نرجع الجيلي من موسى واقي، يوسف البلايد يخطف منك الكره، غطاها يوسف يحاول يمر وفي خطا. يوسف بالليل اختطف الكره من امام واقي، حاول يمر، حكم المباراه يقول خطا لصالح المنتخب الجزائري. حسوا فيكم بانه في الثنائيات وفي الصراعات اكثر اصرار، تصنع الفارق، تضغط على الخصم، ترمي نفسك كليا ومن اجل التفوق في الكره. في المخالفه من هنالك لصالح رياض محرز والمنتخب الجزائري في الثواني الاخيره من عمر الشوط الاول من هذه المباراه. تكافؤ نسبي، ليس هناك فرص كثيره، مستوى متوسط عموما، لاننا امام سنغال وجزائر عندهم من المهارات ما عندهم ما يمكنهم من ان يقدمان شوط افضل. الكره لرياض محرز في تنفيذ هذه المخالفه لصالح المنتخب الجزائري. من هنالك سفيان في القائمه الثانيه، رياض محرز، لا لا بغداد وعيسى مندي، الحكم قال ضربة مرمى، حطها لكم فوق الرؤوس. شوف هنا، شوف بغداد وعيسى مندي واحد خلف الآخر. يا 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 كانت صعبة الكرة هذه من أمام كاليدو كوليبالي بكل قوته، بكل براعته، بكل لياقته، بكل قامته كذلك وخبرته وتجربته مع نابولي. يطلب أليو سيسي مزيد من الإصرار عند لاعبي السنغاليين. كرة لصالح إدوارد مندي في إعادة هذه الكرة للرفقاء في الأمام ناحية نيونغ، بالرأس نيونغ تفوق، ولكن إسماعيل بن ناصر يتفوق بعيد على بغداد، راحت مباشرة للحارس إدوارد مندي. الوقت الرسمي انتهى، دقيقتان من الوقت بدل الضايع يحتسبهما حكم المباراة في هذا اللقاء الجزائري السنغالي في حضور جزائري سنغالي ومصري وعربي عموما حاضرين في المدرجات. شفت الكثير من الإخوة المغاربة والإخوة التوانسة أيضا حاضرين في المدرجات، والإخوة الموريتانيين سواء من زملاء إعلاميين كانوا في المنصة الإعلاميين أو من جماهير موريتانية تحاضر في كل. لا سفيان اختبى الكرة، كرة خطيرة، راح بغداد، كرة جول، يا بغداد يا بغداد، التقطيدة، لا سفيان وبغداد، وذكر من هنالك تصد الكرة عن طريق اللاعب عن طريق الحارس إدوارد مندي. اختفى سفيان، استلمها بغداد وخلمسها بيديه مندي. هاي الكرة في الركنية، الفرصة الأخيرة للمنتخب الجزائري، والدفاع وسفيان والدفاع، والحكم سوي صفر، تسترجع من عدلان في الخلف ناحية جمال بالعمري، يرفع الكرة الأخيرة لرياض وكاليدو كوليبالي. ركنية ركنية، لا لم تخرج هذه الكرة، تغطية دفاعية من المدافع صبالي يوصلها، يسترجع من عدلان قديورة، عنده الكرة الآن، عدلان يلعبها لعيسى مندي، آخر كرة عيسى، يا 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 يا، والحكم صفر، الحكم صفر نهاية شوط.